السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اسمحوا لي بعد غبرت عليكم، هذه مدة أسبوع باش بعتكم بهذه الحلوة هذه، ولكن للأسف كنت مشغول شوية داك الشيء. علاش اليوم عندنا مكرون كوك اللي كتاكلوها في الأسواق بدرهم ومطلوبة بزاف. الناس تيقلبوا كيفاش يطيبوها في الدار وما عارفينش، وأنا شخصيا عندي تاريخ معها بحكم في الأول كيفاش بديت في لاباتيسري كانوا من بين الحوايج اللي كنت كنصايبهم هاد المكرون هادي اللي صراحة سهلة وصعيبة في نفس الوقت. كيفاش سهلة من ناحية المقادير اللي كتحتاجو باش تصايبوها، وصعيبة من ناحية لا تكنيك شوية، ماشي صعيبة بزاف، حاجة ما صعيبة في هاد العالم هذا، يعني غي شوية عندها دي تكنيك اللي خصكم تحترموهم باش تنجح معاكم. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو كما ديما باش تحصلوا على نتيجة واعرة. كما ديما كتبقوا وصفاتي، تبقوا هادي ان شاء الله وردوا عليا الخبر، وطبعا احترموا داكشي اللي كنقول في الفيديو ان شاء الله. نبداو على بركه الله. هذه الوصفه هذه في الفيديو غنقدمها بكميه صغيره للناس اللي باغيين يصايبوها في الدار، والناس ديال لي بروجي فغيلقاو وصفه كبيره في الديسكريبسيون ديال الفيديو او لا في الديسكريبسيون ديال البوست الا كنت حطيت الفيديو في انستغرام ولا فيسبوك. طبعا نفس التقنيات باش خدمنا في هذا الفيديو هما باش تخدموا كميات كبيره ان شاء الله. تبعوا معايا ان شاء الله. طبعا هنا اول حاجه عندنا 250 غرام ديال الكوك، اي ما يعادل 4 الكيسان عنبة عامرين مزيان بالكوك ان شاء الله. والكوك طبعا خصو يكون كوك جيد، هذا هو الشرط الاولي في هذه الوصفه هذه. لكن عندك كوك قديم ما تعوج ان الوصفه تنجح معك، لكن عندك كوك ناشف ما تعوج ان الوصفه تنجح معك. الكوك ديالك خصو يكون جديد ويكون عامر زيت، هو بحد ذاته فيه الزيت ديالو. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كنجربوه، كيفاش نعرفوا ان الكوك ديالنا جيد. فاش نبغيو نشريوه مثلا كناخذ واحد الكميه كنحكوها بيدينا وكنشوفوا يدينا، والا لقينا الزيت في يدينا كنعرفوا ان الكوك ديالنا جديد ومازال فيه الزيت ديالو. وهاد الزيت هادي غتساعد في التخلاط ان شاء الله، غتساعد عندها دور كبير في هذا النجاح تاع هذه الوصفه هذه. وطبعا فاش تكون فيه الزيت في الكوك فهو ما كينمصش بزاف ديال البيض، وغتطلع عندنا وصفه اقتصاديه ان شاء الله. باش ما كان الكوك يعني جديد، باش ما تكون الوصفه اقتصاديه اكثر، باش ما كنخصوش بزاف المكونات الاخرى اللي غنضيفو ان شاء الله. يعني قلبوا على كوك يكون جيد. بالنسبه للناس البروجي فدائما الناس اللي كيديروا حلوه الكوك فما تيمشيوش يشريو عند البقال، تيمشيو عند الجمله تيشريو الكوك. الكوك تقريبا يساوي 30 درهم الكيلو، هما تيشريوه تقريبا ب 20 درهم فين في الجمله، وتيشريو خنشه كبيره. فهمتي انت الا كنتي غديرو لدارك شري عند البقال، ولكن رد البال الكوك يكون واعر. بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا يمشيو للجمله باش الحلوه الكوك ديالهم طيح عليهم بدرهم. الا جاب الله مشيتي عند البقال تشري الكوك وباغي تخدم به، راه غادي يجيك الحلوه الكوك غاليه وما غتربح والو، درهم ماشي الثمن ديالها في حاله ما بغيتي تشري كوك من عند البقال. خصك دائما تمشي عند الجمله وتقلب على الناس اللي كيبيعوا كميه كبيره وتشري كميه كبيره. طبعا شوفوا معايا هاد التيست هذا الاخر. هنا انا شريت الكوك ديالي ودرته في كاغط، وفاش وصلتو للدار شوف كي لقيت الكاغط هنا كيبان فاز بالزيت اللي في الكوك، اذا الكوك ديالي واعر. طبعا هاد الكميه ديال الكوك 250 غرام ديال الكوك كترافقها 500 غرام ديال السكر. ديروا قاعده في حياتكم دائما كميه الكوك في هاد الوصفه هادي، ديك الكميه الكوك اللي عندكم كدوبليو كميه السكر اللي غديروا لها. درت هنا 250 غندير 500 غرام ديال السكر، مثلا درت نص كيلو ديال السكر، نص كيلو ديال الكوك غندير كيلو ديال السكر. فهمتوا ديما الدوبل ديال السكر، يعني هنا عندي 500 غرام ديال السكر. علاش سميتها في الاصل المكارون؟ حيت فيها كميه السكر كبيره، داكشي علاش كتجي هي حلوه. الا رديتو البال في الاسواق وكتشريوها دائما فغتلقاوها حلوه، يعني هي حلوه بزاف. داكشي علاش كنديرو ضعف الكميه. وهنا كما قلت لكم 500 غرام ديال السكر، يعني ما يعادل 3 الكيسان عنبه وربع ديال السكر ان شاء الله. خشن ماشي ناعم، خشن يعني السكر سنيده. البيض فغنحتاجو بياض البيض فقط، بياض البيض باش كتخدم الوصفه غادي خصنا 4 ديال بياض البيض، والبيض يكون كبير حجم كبير ماشي صغير. ماشي شتيني انا درت 4 البيضات وتمشي تاخذ بيض صغير ويسحب لك بانه هو غادي يجمع لك هذه الخليط، هذا ما غاديش يجمعوا لك. خصنا حنا 4 البيضات كبيره
ياك ربعات البياض البيض ديال بيضات كبار، وطبعا تقدر تفوت حتى الخمسة توصل حتى الستة ان شاء الله على حساب شنو كيلعب هنا، على حساب النوعية ديال الكوك ديالك. باش ما كان الكوك ديالك مزيان، باش ما كانت كمية البيض قليلة، فهمتي؟ حيت ما الكوك باش ما كان مزيان ما كيمصش هذا، ما كيمصش بيض البيض، بينما الا كان ناشف وقديم شوية فغتحتاج اكثر ديال البيض باش يتجمع لك، ولا كان قديم بزاف واخا تعطيه البيض العالم كامل ما عمرو يتجمع. صافي، ديرها قاعدة في حياتك. عندك الكوك لكن جيد فالبيضات غادي يكونوا كمية قليلة، غادي تجمعوا لك دغيا. يعني هنا كمقدار اساسي عندنا هذه الكمية، هذه نديروا لها 4 ديال بياض البيض. بان لينا ما حصلناش على التكستور اللي غتشوفوا في الفيديو، مباشرة غادي في تلقاء نفسك غادي تضيف واحد بياض البيض، تزيد واحدة اخرى تتحصل على ذاك التكستور ان شاء الله. اهم حاجة في الاول انت قيس على ان الكوك ديالك يكون زوين، شريه يكون زوين ويكون فيه كمية الزيت، تكون فيه الزيت باينة. يعني كنرجعو للهضرة الاولانية اللي قلنا ديال الكوك، انه هو السر في هاد الوصفة هادي. كان الكوك ديالك مزيان فالوصفة طلع مزيانة، ما كانش الكوك ديالك مزيان فغطيع فيها فلوس بزاف وما غيطلعش عندك الريزولتا واعرة. صافي، متفقين؟ نبداو على بركة الله نشوفو الطريقة. الخطوة الأولى كنديرو الكوك ديالنا، واحد كمية من الكوك مع السكر. أنا عندي طحانة صغيرة، اللي عنده طحانة كبيرة بالنسبة للناس البروجي فغيحتاجو طحانة كبيرة، ضروري من طحانة كبيرة باش العملية تكون أسرع. أنا عندي طحانة صغيرة ديال الدار، وكاع الناس عندهم تقريبا بحال هاد الطحانة هادي أولا مولينيكس، كنديرو فيها واحد الكمية ديال الكوك مع كمية ديال السكر، كنقسموها. حيت كما كتعرفو واخا تسمعو 250 غرام ديال الكوك، ف 250 غرام ديال الكوك في الحجم ديالها فهي كبيرة، فهمتوا كيفاش؟ كنديروا لها واحد كميه السكر، تقريبا كنديروا نص الكميه. انا هاد الخليطه تنقسمو على جوج هكا، ونطحنوا السكر بوحدو مع الكوك. الكوك اصلا بما انه واعر، بما انه كوك زوين، ففيه الزيت ديالو، ففي الاول ما غنضيف لها بيض البيض ما والو، غنطحنوا مع السكر فقط. تنطحنوا مزيان باش ما طحنتو باش المكان مزيان. بعد ما طحنتو مزيان باش ما طحنتو باش المكان مزيان، ما عندوش واحد المعيار. هنا في البلاصه فاش كنحلو كنضيفو عليه بياض البيض، شويه من بياض البيض ان شاء الله، وكنطحنو ثاني ان شاء الله. البروفيسيونيل، الناس اللي باغيين يخدموا بالفعل نيت، باغيين يخدموا كميات كبيره ويبيعوا بزاف، وربما يديروا دي فوندور في اسواق بحال هكا وما يصايبوا في الدار ويعطيو الناس اللي غادي يبيعوا، فربما الى قدروا الى عندهم واحد راس المال زوين يدبروا على روبو كبير بحال هذاك اللي تيكون في لاباتيسري، تيكون الثمن ديالو تقريبا ب 6000 درهم. هذا في بونكازيون ديالو تقدر تلقى جديد حجم ديال 10 كيلو هكا، تقدر تلقى ب 6000 درهم ان شاء الله في جديد، ماركه زوينه، وتحطو عندك في الدار وتبدا تخدم به كميه كبيره ان شاء الله. ها انتما كتشوفوا ملي طحنت الخليط ديالي، الناس الخليط ديالي هي التكستور اللي كنحصل عليها، كما كتشوفوا راه فازقه. شفتوا دابا ان شاء الله نكمل طحين الكميه الاخرى. كندير هنا راه كاين الكوك والسكر، خلطتهم اصلا في الباسينه وخويتهم هنا، وغنطحنهم هما مزيان، عاد غنضيف لهم بيض البيض كما درت في الخطوه الاولى. دائما هذه الخطوه هذه ديال السكر مع الكوك يتطحنوا مزيان هي كلشي، خليهم يتطحنوا مزيان باش ما تحسنوا باش ما كان مزيان. ها نتوما تطحنوا، شوفوا معايا راه فاسك اصلا ولا فاسك، علاش؟ حيت زيت الكوك خرجات، فهمتي؟ والتمينون جات مع السكر ولا الخليط اصلا شويه يعني فاسك، وكنضيفوا عليه بياض البيض تتكمل القضيه، حيت الكوك ديالي واعر. اما كون كان الكوك ديالي ناشف فما يخرج منه الزيت، غادي يبقى داك السكر مع الكوك ناشفين، نضيف عليهم بياض البيض والو، تعيا بلاطو البيض جوج ثلاثه والو، ما عمرو يتجمع لك. انا نقولها لك من هنا، حيت الكوك الا كان ناشف فتيبقى ناشف، ما كيمصش ابدا، ساد النسمات ديالو سادين. هانتوما تشوفوا الخليط ديالي كيولا، بعد ما ضفت ليه بياض البيض ولا سائل بزاف. غادي نخلط دابا هاد الخليط ديالي مع الخليط الاول، ها هو الريزولتا اللي كنحصل عليها. شوفوا معايا التكستور كيفاش دايره، ركزوا على هاد التكستور هادي، تقدروا تحصلوا على هاد التكستور هادي، تقدروا تحصلوا على التكستور شويه ثقيل على هادي ديالي، مي في نفس في كلتا الحالتين فالوصفه ناجحه ان شاء الله باذن الله. شوفوا معايا كنعمروا في البوش، كندير دويه سامبل، دائما الدويه تكون سامبل. اللي ما عندوش بوش يدير غير معلقه، يدير ياخذ منه كميه من العجين ويديرها في الطاوة، والطاوة طبعا اعيد واكرر، ما ديروش الحلوة الكوك ديالكم في الطاوة مباشرة بلا كارت. الا درتوها في الطاوة بلا كارت فمليون في المية غادي تلصق، كلشي نقدروا نديروه في الطاوة بلا كارت الا هادي الا درتيها بلا كارت فكون متأكد انها غادي تلصق مليون في المية، ما عمرها تحيد لك في الطاوة.
كان هكا كان قادوها كما كتشوفوا غير بالكم دوك في الجناب شويه ما عندكش هذا غتقولوا ربما ما تثقش لي هذه لا واخا تجي معك هكا في الفران غتقاد غتقاد بوحدها غيمشي هاد الخزعبلات كاملين اللي كيبانوا في الجناب طبعا وطبعا كنخليو ما بين كل حبه وحبه كنخليو واحد 3 و 4 سنتيم حيت كما كتعرفوا حلوه الكوك فهي فاش كطيب كتنفخ مزيان حيت فيها بياض البيض السر ديالها فيها بياض البيض والسكر وهما طبعا كما كتعرفوا فهما في الفران تيتنفخوا داكشي علاش يعني كتنفخ هاد الحلوه هادي يعني خصنا نديرو احتياط نعرفوا ان حلوه الكوك خصنا دائما نخليو فرق باش ما كان كبير باش ما كان مزيان فهمتوا طبعا هنا ملي ساليتها نقدر ندير يدي الماء هي غير يدي للراحة اليد ديالي ندير لها الماء ونبدا نبريسي على كل وحده اولا ندير هاد لا تكنيك هادي اللي كنا حنا كنديروها في لاباتيسري ديال الشيفون شيفون تنفزكوه تندوزوه على الحلوه ديالنا بهذه الطريقه هادي يعني كل صف بوحدو هكا وهي غاده شنو كنديروا هنا كنخلقوا ليه واحد الغلاف مائي فوق ديالو وكنقولوا بحال كنقولوا الحلوه الكوك ديالنا توسعي الجناب عاد طلعي الفوق فهمتي بهذا المعنى هذا ومن هانيت كنقادوها حيت هاد الحلوه هادي تقدر دير غير حبه حبيبه صغيره راه هادو كبار بزاف يعني نتوما الا كنتو تبيعوها ديروا اقل من هكا يلاه يلاه توسع وتكبر وتبان بحال ديال السوق فهمتي هنا راه انا درت حبات كبار شويه فهمتي دائما نتوما ديروا كميه اقل في البوش ديالكم في يعني فاش كتدريسيو في الطاوه باش ان شاء الله تخرج لكم كميه بحال ديال السوق فهمتوا بالنسبه للطياب ديال هذه الحلوه هذه في الفران الضو كنديروا 150 حتى 160 درجه انا درت 160 درجه وكنديروا عافيه الفوق والتحت بلا فرفاله بالنسبه للناس اللي عندهم فران الغاز فهما غيوحلوا شويه خصك انت تكون كتفهم الفران ديالك فهمتي خصك تكون كتفهم الفران ديالك انا عارف بزاف الناس اللي عندهم فران الغاز ما تصدقش لهم ثاني هذه الحلوه هذه ما تصدقش لهم حيت ما عارفينش الفران كيفاش يتعاملوا معه انا نعطيكم نصيحتي غدير عافيه مهيله لتحت وعافيه مهيله اكثر الفوق يعني مهيله بزاف الفوق باش طيب من تحت هي الاولى وتنفخ عاد تبدا تحمر من الفوق فهمتي هذا ما كان عندك مثلا فران فيه عافيه وحيده ديال التحت كدير طاوه من الفوق باش طيب هي من التحت عاد تهبطها لتحت ملي توصل واحد اللي تبان لك محمر وشاد راسها حيت هذه الا جاب الله خرجتيها قبل الوقت ولا حليتي على الفران دايره بحال كيكا مباشره غتهبط غتولي فلات غتولي ورقه اذا الواحد يدير الاحتياط ديالو ما يحلش الفران ابدا سواء فران الا كان فران الكهرباء فما تحلوش حتى طيب وهي كطيب في واحد 40 دقيقه 35 دقيقه ان شاء الله تكون طابت المهم ردوا البال انها تجي محمره بالنسبه للفران الغاز فملي غتحلوا داكشي بالنسبه اللي عندهم واحد العافيه طبقه وحده فيها العافيه فغتحلوا بسرعه هزوا الطاوه لوحوها لتحت سدوا عليه مازال كاع ما تفكر الماكارون انها تطيح يلا تقول انا غنطيح غادي القرصة بلات كطيب ومبقى عندها كيف دير شوفوا معايا هاد الروعة هادي شوفوا في الفران كيفاش كتبان تنفخات ما شاء الله انا تلصقوا لي شوية ما دات بحساب تشوهت بهاد اللحظة هادي عندكم يعني تلصقات لي شوية مي ماشي مشكل يعني يلا تقاس مع بعضياتها يلا تسلمات مع بعضياتهم وما يخرجوا من الفران يعني الحمد لله هادو هما لي ماكارون ديالي كيجيو واعرين محمرين شوفوا معايا كي دايرين ما شاء الله خاويين من الداخل شتي من الداخل واحد الروعه واحد التعلاك في الداخل ما كايناش كاع شي حاجه فهمتي خاويين بزاف يعني درهم هذه الا شراها الواحد هذه بالضبط الا شراها الواحد هذيك ديال السوق كاينين كيضيفوا لها الدقيق فهمتي كيضيفوا لها الدقيق وبالتالي كتجي ناشفه شي مرات راه كتشري وكتلقاها ناشفه كيضيفوا لها الدقيق وهي طريقه خاطئه وماشي تيتحاب لهم الاذكياء تيسحب لهم بلي راه تجيهم رخيصه بالفعل كتجيهم رخيصه ولكن شنو تيوقع تيشريها لواحد تيلقاها هادي ناشفه تيلوحها لهم ما تيرجعش عندهم مازال اما بهذه الطريقه هادي فالواحد لا شرى عندك حبه يلا يضرب دويره في السوق يرجع عندك ثاني يبغي يشري عندك فهمتي في الدار هادي شتي انا اقسم بالله الوالد عندي عزيز عليه بزاف لقيتها كل لقيتها اللي نبغي نفرحه ندير له واحد الكميه ديال هادي هي والوالده فهمتي وهذه هذا الفيديو هذا فاش صورته ديك الليله صورته مع 12 الليل كلاوها مازال عاد نعسو باش غتفهموا ان هذه الحلوه هذه شعبيه صراحه وبنادم تيبغيها بزاف وكتجي معلكه وبنينه بزاف شوف معايا كي جات شوف اش قطعتها كي دايره ما شاء الله وصافي يعني دابا نفوتوا النصائح اللي غنعطيكم بخصوص هذه الحلوه هذه ان شاء الله هذه الحلوه هذه
السر ديالها باختصار هو الكوك. كان عندك كوك زوين فالكوك الوصفه تجيك رخيصه، يعني ما تحتاج واحد الكميه الكبيره ديال البيض، يعني كوك يكون زوين يكون مزيت فيه الزيت ديالو ياك. والبيض كما قلت لكم رشحت عليكم قلت لكم لكان الكوك ناشف فواخا تعطيه البيض العالم كامل ما عمرو يتجمع. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا بروجي ان شاء الله ياخذوا الكوك بالجمله، ياخذوه من عند الناس اللي رخيص حيت الكوك غالي واخا هكاك راه تبارك الله 30 درهم الكيلو. انت الا شريتيه من الجمله تشري ب 20 درهم، كنت متاكد 20 درهم ما يتطلق اي تلقى ب 20 درهم من الجمله خنشه صفراء ديال 10 كيلو هتشريها تحطها عندك باش تبدا تخدم. البيض دائما شري بيض كبير، شري داك البيض الرخيص اللي تتباع في الكرارس هذاك ولا عند اللي كيبيعوه بالجمله، خذ البيض بالجمله ان شاء الله. والسكر سنيده راه باين الثمن ديالها هي، وبالتالي فاش تصايب واحد الكميه كبيره مثلا تقريبا لا صايبتي كيلو تخرج لك واحد 110 حبه، فهمتي؟ يعني كيلو ديال الكوك بجوج كيلو ديال السكر، هاد الكميه هادي ديال 125 حبه راه تبارك الله يعني تقريبا 125 درهم في الثمن. نقولوا كيلو شريتيه ب 20 درهم ديال الكوك بلس كيلو ديال السكر بشي 7 دراهم بلس البيض اللي غتخدم بها غتخدم تقريبا بشي 15 بيضه، يعني فيها ربح كلها ربح ان شاء الله. ولكن الا درتي هادشي اللي كنقول لك سير اسيدي للسوق شري كوك رخيص شري بيض رخيص خدم الطريقه باش خدمت، شوف الكوك انه يكون كوك جديد فهمتي، وديك الساعه رد عليا وديك الساعه هنا فينا تربح. اما الا جاب الله مشيتي للسوق شريتي الكوك باش كيتباع وشريتي البيض غالي وهذا راه ما عمرك دير لاباس، ما عمرك تربح في هذا البروجي هذا فهمتني. نتمنى انني افدتكم بخصوص هذه الحلوه هذه، ولا تبعتوا معايا الفيديو فغتكونوا فهمتوا كيفاش كدار هاد الوصفة هادي، سواء باغيين ديروها في الدار او لا باغيين ديروها كبروجي فغتلقاو في الديسكريبسيون ديال هاد الفيديو الوصفة مضبوطة ان شاء الله مدقة كما في الفيديو. وديروا في بالكم حاجة واحدة ان الكوكي كان زوين فغتكون حاجة واعرة باذن الله. وحاجة واحدة اخرى بغيت ندوي عليها، قصة اخرى بغيت نعاودها لكم. في لاباتيسري كنا كنصايبو كمية كبيرة ياك، وقلنا كنوصلوا جوج بلاطوات البيض تقريبا 60 بيضه ياك، وكل مره فاش كنبدلوا الكوك الا وكتنقص ديك الكميه السك ديك الكميه البيض اولا كتطلع شويه فهمتي كل مره. وكيفاش حنا قلنا كنشريو الكوك واعر فهمتي كوك فيه الزيت، ولكن الكوك الكاليتي ديالو كتبدل، شتي الا غتبدل هاد الكاليتي ديال الكوك فاما يا اما غادي نخافض كميه، الا كان كوك واعر اكثر من هذاك اللي الماضي فكميه البيض كتنقص ليا. ديك الساعه انا كنت كنصايبو كنوصل 60 بيضه ياك، هادشي كندوي لكم على كميه كبيره كميه ديال 4 كيلو 5 كيلو كنوصل 60 بيضه، فاش تيكون كوك شويه عيان تتفوت ديك 60 بيضه تتوصل 70 بيضه بحال هكا فهمتوا بيض البيض. وشنو كنستنتجوا هنا ان الدور ديال الكوك في هاد الوصفه هو كلشي، الا كان الكوك واعر فالوصفه غتكون واعره وغتكون رخيصه، باش ما كان الكوك رخيص باش ما كان الكوك واعر باش ما كان ان شاء الله الوصفه رخيصه وكتطلع علينا رخيصه وكيجي المذاق وكلشي واعر في الحلوه ديالنا. هذا ما كان، نتمنى ان الفيديو عجبكم، وهذه هي الطريقه بروفيسيونيل باش كنصايبوا حنا في لاباتيسري. خليني من داكشي ديال اليوتيوب اللي كاين دابا في يوتيوب ديال كوار وقاد فوق العافيه وداكشي، داكشي صراحه ما خدامش ريزولتا تقريبا كتخرج بحال هادي ولكن ناشفه اكثر فهمتي، هذيك لا ريزولتا اللي كنحصلوا عليها في حاله ما درنا بديك الطريقه ديال العيالات فكتجي ناشفه شويه فهمتي، بينما الطريقه هذه اللي بروفيسيونيل فكتجي معلكه بزاف. نتمنى انها عجبتكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو تخليو عندي الانستغرام وتابعوني فيه، اللي عنده شي استفسار اولا تطبيق شي وصفه يصيفطوا لي تماك. ومرحبا بكم كاملين، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.